ليل بوجي مرات شكر الجز بتاع مصانع السجاد. انا حاسبكم مع بعض، احكي له الحكايه زي ما حكيتها لي بالظبط من غير كسوف، هو هيخلصها لك. بس ما تقلقيش، ليل انا اضمنه بعد اذنكم. اتفضل. ليل، خلصت موضوع دانيال؟ تمام، لسه مطمن عليك نفسي. لقيت المفاتيح اللي قلت لك عليها؟ اتفضل. مش هوصيك على بوجي بقى. اتفضل. انا مكسوف قوي، مش قادره اتكلم خالص. عموما انا هسهلها عليك، انت تعرفي حد غير شكري بيه؟ تعرفت عليه في الساحل، بس انا حبيته وهو طلع واطي. التفاصيل مهمه وهتفرق معايا كتير. في الاول نظرات، وبعدين بدا يبعت لي مسجات على الواتساب، وانا كمان. وهو بيهددك بايه المسجات دي؟ انا كمان بعت له صور. في الاول قال لي انت ليه ما بتلبسيش مايو، انا نفسي اشوفك بيه، وبعدين من غيره. بس هو ما لمسنيش. دفعتي له فلوس؟ لما قال لي ان هو هيوري الصور لجوزي دفعت له مرتين، 100,000 في 100,000. بس هو ما بيشبعش. طيب انا عايز عنوانه والاماكن اللي بيقعد فيها، ومش هيضايقك تاني. انا مش عايزاه ما يضايقنيش، بس انا عايزاه يختفي تماما. مين اللي هيدفع، انتي ولا ابراهيم بيه؟ انا اللي هدفع، بس بليز النهارده، لانه هيقابل جوزي بالليل. صباح الخير. صباح النور. انا احمد حمدي، جارك اللي فوق. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ السباك عندي بيقول ان الصرف بيسرب على حمام اوضه النوم عندك. ما اعرفش، بس ما لاحظتش حاجه. طب هستأذنك بس، ممكن اخش اشوف في ايه، يمكن يكون في حاجه عايزه تصلح ولا حاجه. طبعا طبعا، اتفضل. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. خلص يا أستاذ، الكلام ده عدى أوانه. نريمان، إحنا ممكن نكمل حياتنا مع بعض وكأن مفيش أي حاجة حصلت ما بيننا، ما تكبريش الموضوع. أنا ممكن أكلم أخويا ليل وأحكي له على اللي حصل، وساعتها هتزعل، هتزعل قوي كمان. نريمان يا حبيبتي تعالي معايا، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. قومي بس، تعالي قومي، هنتكلم كلمتين مع بعض. بصي بقى، الرجاله دول عاملين زي الاطفال الصغيره، والاطفال دايما بتغلط. احنا بقى علينا نتعلم ازاي نسامحهم. انا ما بسامحش، ولو هسامح مش هسامح في الخيانه. خيانه؟ خيانه ايه بس؟ دي مجرد نزوه، نزوه يعني، وهتعدي. وصدقيني رامي مش هعمل كده تاني، رامي بيحبك. صدقيني رامي بيحبك وبيموت فيك يا نريمان، صدقيني يا بنتي. خلص يا استاذ. حضرتك خدتي مستحقاتي؟ مش عايزه منه حاجه. لازم تقولي انك خدتيها قدامي. خلاص خدتها. قول ورايا يا استاذ رامي. ده شكله سباك حمار. تخيل كان عايزني اكسر السيراميك وافور الحمام ده كله. اشتغاله طبعا، عشان يعمل عليك مصلحه وياخد فلوس زياده. والله عندك حق، انا طول عمري بكره اللي بيشتغلوا الناس. وخصوصا اللي بيشتغلوا الستات، اصل انا مراتي هي اللي متفقه معاك. عشان كده. قولي، هو انت عايش لوحدك كده؟ مش خلصت الموضوع اللي انت جاي عشانه؟ استأذنك بقى عشان خارج. هو في الحقيقة مش ده الموضوع اللي انا كنت جاي علشانه. امال ايه الموضوع اللي انت جاي لي عشانه؟ بوجي. بوجي؟ قلت لي بقى بوجي. لا ده احنا لازم نشرب حاجة بقى عشان الكلام يحلو. تشرب بقى ساقع ولا سخن؟ تشرب ساقع ولا سخن؟ ما تقولي. قولي بقى عايز ايه يا محمد.
يا نهار اسود يا حاميه يا بنت الحاميه. ايه مش شايفه ده الواد بالعربيه ما اتحركتش من مكاني؟ هتدوس على البشر؟ انا اسفه. اسفه ايه؟ نيل عليكي وعلق ابوكي. انزل يا بنت. بنت انا مش نازله. شوف انت عايز ايه وانا هعمله، بس من غير قله ادب. قله ادب؟ هو انت لسه شفت قله ادب؟ انزلي يا بنت بقول لك. انزلي هنا، انزلي هنا. عمال اكلمك من فوق يا تاجر العربيه. انا عمال اقول لك من الصبح. ده انا هتسلى بيك النهارده، هدغدغك وهسلمك للبوليس. قول لي بقى قابلتها فين وخدت منها ايه عشان خاطر تعمل عليها الفيلم الرخيص ده؟ مطرون هتجيلي بخناقه يا ابن امي، زمايلي زهقوا منك. ما هي اللي خطرت العربيه والعربيه لسه جديده. قسما بالله لو جيت لي في خناقه تاني لاحبسك. تحبس اخوك؟ ماشي، شوف امك هتقول لك ايه لما تروح. طب خش النبطشيه اقف قبل ما اوصي عليك. اتنيل امسك. تعال انت وهي. مدام حابه تعملي تقرير طبي عشان لو عندك اصابات اظبطها لك في المحضر. اصابات ايه يا باشا؟ قسما بالله ما لمستها. دي هي اللي لعنت سلسفين جدودي. هي تلاقيها ردت على جوزها رد مش حلو، ادها قلمين خلى شكلها عامل كده. انا مطلقه. اهو كلامي طلع صح، دي مره ما تتعاشرش. بس اقعد ساكت. تعال امضي على المحضر ده وخلص. ماشي. ممكن اروح؟ تمشي فين يا مدام؟ لازم تتعرضي على النيابه الاول وترجعي هنا تاني تتعرضي على ضابط المباحث فتره مسائيه، وهو اللي يقرر ان كنت هتمشي وان كان عليك اي حاجه. طب ممكن مكالمه تليفون؟ اصله كسر تليفوني. على فكره بقى هي اللي حدفتني بالتليفون في وشي، قمت انا صديته وقع على الارض اتكسر. اه اتفضلي استريح انت وهو. اتفضلوا. يا استاذ لو سمحت ممكن كرسي اقعد عليه؟ رجليا وجعتني. فاكره نفسك في الاوبرج؟ تعالى انزلك الحجز. خلاص خلاص انا مبسوطه هنا. كل شوي السيد بلع. تشكر يا سيدي. بقول لك ايه، مين المزه اللي هناك دي وايه اللي عامل فيها كده؟ عامله حادثه عربيه هتتعرض على النيابه. خف بقى شويه من على دماغي بقى، مش ناقص صداع. خلاص يا عم ما تعملش حكايه. ايوه يا باشا جاي لك على طول.
سلام. من فضلك. ايوه انت. اموري يا عسل. هو ممكن اخد تليفونك عامل بيه مكالمه؟ بس كده؟ بجد مش عارفه اشكرك ليه. نجميل عمري ما هنساهولك ابدا. المهم ما تنسيش تديله الشيك. اه طبعا مجهزه. هو ميرسي. دي اقل حاجه. الو انا ريمان. ايه اسم ايه؟ طيب انا جاي حالا. طيب انا هستأذن عشان اختي عندها مشكله في الاسم. طب استنى لما خلي دينا تتصل لك بحد. لا انا هتصرف. يا ريت تخلي شعبان يلم نفسه في موضوع العربيات عشان العين بقت عليه. تمام.